أسعد الله مساءكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. مسائية الجمعة من قناة الوطنية نسهلها معكم بأبرز العناوين. بعد تسوية الأزمة، شيوخ المقاطبون يوقفون تعليق تعاونهم مع الحكومة، والمسار التشريعي يستأنف عمله من جديد. الحوار السياسي بين المعارضة والنظام يجلب حزب الوئام بعد حزب التحالف الشعبي التقدم، ومنتدى المعارضة يتمسك بموقفه السابق. عدد من وزراء الحكومة الموريتانية يعلقون على نتائج اجتماع الحكومة، وقضايا التعليم والبناء وقدرات الجيش أبرز ملفاته. نادي القضاة الموريتانيين يرفض التأثير على قناعة القاضي، ويدعو وزارة العدل إلى الانسجام مع تعهدات الرئيس. وفي مسائيتنا الليلة تتابعون أيضا، حزب الحراك الشبابي ينهي صراعه الأزلي ويعود إلى رشده. أهلا بكم إلى التفاصيل. قرر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وقف تعليق تعاونهم مع الحكومة الموريتانية بسبب أزمة حادة مع الحكومة وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، تسببت في تعطل العمل التشريعي في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب المصادر، فإن الأزمة تمت تسويتها بتعليمات مباشرة من الرئيس محمد عبد العزيز إلى رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولي الحاج ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد والمحم. وحسب المصادر ذاتها، فإن ولد عبد العزيز ألقى اجتماعا كان من المنتظر أن يعقده مع لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ بخصوص الأزمة، مؤكدا أن الأزمة لا تعنيه ويجب تسويتها على مستوى الحزب الحاكم حسب المصادر. قرر المكتب التنفيذي لحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي المعارض في دورته الطارئة التي انعقدت أمس الخميس في نواكشوط قرار المشاركة في الحوار السياسي الذي أعلن عنه الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز مطلع الشهر الماضي عن قرب انطلاقه. وبحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي، فإن الحزب سيشارك في حوار وطني مسؤول لتجاوز الوضع الراهن نحو واقع يتيح للجميع ممارسة ديمقراطية سليمة وشفافة تحترم فيها قواعد اللعبة الديمقراطية وتصان فيها الحقوق والحريات. ويأتي قرار حزب الوئام بالمشاركة في الحوار بعد أيام من قرار مماثل أعلن عنه رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ول بالخير في مهرجانه الأخير، في الوقت الذي ما يزال منتدى الديمقراطية والوحدة يعلن تمسكه بالشروط والممهدات ويؤكد مقاطعته لأي حوار مع النظام حتى تلبية الشروط التي تقدم بها. صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيس الجمعية النائب محمد ولبليل على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات عربية صادقت عليها موريتانيا في مجال عمل الأحداث وتفتيش العمل والحد الأدنى للتأمينات. وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا علي ول محمد خونة في مداخلته أمام النواب أن مشروع القانون الأول يتعلق بالاتفاقية العربية رقم 18 لعام 96 900,000 المتعلق بشأن عمل الأحداث، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للأحداث الذين أجبرتهم ظروفهم على العمل، مضيفا أن الاتفاقية ستمكن من تحسين الترسانة القانونية وجعلها مواكبة للتنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. قدمت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أمال بنت مولود أمام مجلس الوزراء بيانا يتعلق بمجموعة من الإجراءات تهدف لتنظيم قطاع البناء والتجهيزات العمومية في البلاد. وقالت الوزيرة أن قطاع الإسكان يعد قطاعا حيويا وله دور فاعل في مجال التنمية الاقتصادية للدولة من خلال تشييد البنى التحتية اللازمة، مضيفة أن الترتيبات التي تم اقتراحها من قبل الوزارة تشمل إنشاء لجنة متخصصة بتصميم وتصنيف وترتيب الشركات حسب قولها. مجموعة ترتيبات اللي اقترحنا اليوم على مجلس الوزراء يتعلق بالنقطة الأولى
بوضع لجنة متخصصة بتصنيف وترتيب الشركات، شركات، مكاتب الإشراف، مكاتب الرقابة، معناتها العاملين الفاعلين كاملين في قطاع البناء. هاي اللجنة اقترحنا أنها تعود، فيها جانب عمومي وجانب خصوصي. الجانب العمومي ممثل بالقطاعات الوصية واللي عندها علاقة بقطاع البناء، اللي هي قطاع الإسكان والعمران والإصلاح الترابي، قطاع التجارة، قطاع المالية، قطاع المؤسسات اللي متكلفة بالصفقات العمومية، والقطاع الخصوصي المتمثل بالمؤسسات اللي تشارك في قطاع البناء. هذه اللجنة هدفها الأساسي على أنها بعد قاع تصنف وترتب هذه الشركات وهذه مكاتب الإشراف وهذه مكاتب الرقابة اللي عاملة في القطاع على أنها تصنفها. تصنفها باش تصنفها تقنيا وماديا، هي قادرة على تعدل، هي قدرتها المالية تمكنها من تعدل نوعية الأشغال المعينة. وفي سياق متصل، قدم وزير البترول والطاقة والمعادن تعديلات للمشروع الخاص بمدرسة المعادن من أجل إحالة وصايتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي والسالم إن خطوة إحالة مدرسة المعادن للتعليم العالي تنضاف للخطوة التي سبقت بإحالة وصاية مدرسة الأشغال العمومية بألاج لنفس الوزارة، مضيفا أنه سيتم قريبا تعديل الإجراءات لدمج مهام المدرستين في مدرسة واحدة، هي المدرسة العليا المتعددة التقنيات كما يقول. قدم وزير البترول والمعادن والطاقة تعديل المشروع لناشئ مدرسة المعادن هي كحيل وصايتها لوزارة التعليم العالي، وهذه خطوة جديدة كيف ذاك اللي يعدل في المجلس الأخير قبل الأخير من تغيير الوصاية المدرسة الأشغال الوطنية الأشغال العمومية فلاك، لأن هذه المدرسة المدارسنتين رجعوا لوصايتهم على تحت وصاية التعليم العالي. هذا إن شاء الله لا يعود لمدة قصيرة، لأنها ياكل تجرى عليهم الإصلاحات اللي لها يندمجوا كاملين والله مهامهم يندمجوا في مدرسة واحدة هي المدرسة العليا المتعددة التقنيات. غير كان ضروري منهم يأخذوا للوصاية ياك يسمح للوزارة بأنها تبدأ خارطة الطريق لتسيير الطاقم التدريسي، تسيير يعني تحولاته، تسيير الطلاب اللي في السنوات الدراسية الحالية، تسيير الممتلكات لدمجهم في إطار واحد. هذا وكان المؤتمر الصحفي المتوج الاجتماعي مجلس الحكومة الموريتانية قد شهد طرح العديد من الأسئلة تم الرد عليها من قبل الوزراء شملت مختلف الشؤون الوطنية. أهم ما تناوله المؤتمر نتابعه في سياق التقرير التالي مع زميل عبد الله والبلاد. خلال المؤتمر الصحفي المتوج الاجتماعي مجلس الوزراء الذي استهله وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة بالحديث عن المشاريع والمراسيم والبيانات التي تمت المصادقة عليها في اجتماع الحكومة، ليقوم كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بالتعليق على البيانات المتعلقة بوزارتيهما. الناطق باسم الحكومة وفي حديثه أمام الصحافة وخصوصا فيما يتعلق بقدرات الجيش الموريتاني أكد أنه في أتم الاستعداد وعلى أعلى جاهزية ضمن الجيوش في المنطقة، مستعرضا ما تم من إنجازات لصالحه وضاربا للمثل بما تقوله المعارضة. الجيش الآن، جيش موريتاني الآن، المعدات والتجهيزات اللي خلقت له برا وبحرا وجوا تعرفونها أصبحت مذهلة في الفترة الوجيزة، حيث عاد الآن من في طليعة الجيوش في المنطقة، وما زالوا الخلطة في المعارضة يتحدثوا عن 50 مليون ذيك الساعة، 50 مليون دولار ذيك الساعة، والجيش نفقت فيه في هذه الفترة مئات ملايين الدولار. الآن الجيش الموريتاني بمعداته 50 مليون دولار ما تكفي كربراه مدة خمسة أيام كربراه. الجيش الموريتاني الآن، معدات الجيش الموريتاني الآن الآن مجرد محروقاته 50 مليون دولار ما تكفيها مدة 5 أيام. وهم قالوا عن خارج واحد كان أعمى وقد رجع له بصره ساعة من النهار وشاف فار ورجع أعمى، وعاد يقول علينا عن الفار، قال كلام من شو حد يتحدث منهم يقول وين هي 50 مليون؟
2008. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي سياق حديثه عن الاعتراف الدولي بمؤسسات التعليم العالي في موريتانيا أوضح أن المؤسسات الخصوصية الموريتانية لم يعترف بها دوليا لأن القانون الموريتاني لم يعترف بها ولم تصنف ضمن المؤسسات المعروفة في البلد عكس المؤسسات العمومية. لكن هذا خارج شيء من ذا اللي قد يقول لك اللي أعلنها حق الشعب اللي فيها كان ما خاص به، هي خاص بالجامعة عندها مؤسسات ما هي معتمدة الاعتماد الأكاديمي اللي فرض القانون. يا قائل لا تديرها لإسكا وحدها، لا نسمي ملك كامل المهام المعتمدين. المدارس الخصوصية كامل، الجامعة الخصوصية ما في واحدة عندها شهادة معتمدة. لماذا؟ لأنها ليك فيليار ما هم أكريديتين، ما هم معتمدين. القانون يقول عنهم يعتمدون، لا يقول لك هم إحنا لا الدولة هي المعتمدتنا، لأن هذا سوام، لأن الوزارات سابقا معتمدون. لماذا اعتمدهم؟ بيلي المجلس الوطني الأعلى ما كان مفعل، لماذا ما يفعل يعني؟ لا تخلون على وراء التراكمات والله مسؤوليات قادمة كذا. اختيار اللجنة المخصصة في مجال البناء والأشغال لدراسة ما سيتم إنجازه والتحقيق مع الشركات التي ستتعامل الدولة معها لإنجاز المشاريع من أجل الاطلاع على مدى جاهزيتها واستيعابها وقدراتها العملية أمور من بين أخرى ستكون ضمن عمل اللجنة. هاي اللجنة كيف قلت لك فيها ممثلين من قطاعات وحدين وفم برياكي فم شي قط روايات وعدلوا يمكنوا نحن اليوم أننا نقدر نتحكموا في طريقة عمل هذه اللجنة. شن هي مثلا؟ هي شركة علاش لا يتقيم؟ هي شركة لا يتقيم على سي ريفيرنس، شي قط عدلت، هذه هي قدرتها هي التقنية. دوك لي ريفيرنس بسمح لها عدلتهم، لا يتعدلهم على أنها عندها دي كاباسيتي، عندها إمكانيات تقنية فيهم عدد من عمال معين، وشركة نحكم عليها بعدد عمالها اللي ترمنوا اللي دائمين والمؤطرين، العمال هم اللي مؤطرين ما هم ليزوفريه، العمال المؤطرين هو اللي نحكم على قدرتها هي التقنيه. اختتم المؤتمر الصحفي بعد أن قدم الكل ما لديه واستعرض ما بجعبته من مشاريع ومراسيم وبيانات تضمنها اجتماع الحكومة وصادقت عليها، ولم يبقى سوى عرضها على ممثل السلطة الرابعة والذين كانت أسئلتهم كلها تتمحور حول تلك البيانات والمراسيم. عبد الله والبلال، الوطنية. عشرتنا مستمرة لكن بعد فاصل قصير. طلب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتسوية مشاكل طلاب الموريتانيين في الخارج وبعقد اجتماع لجنة المنح في أسرع وقت ممكن. وأعلن المنتدى في بيان أصدره اليوم الجمعة تضامنه التام مع طلب الموريتانيين في الخارج وشد على أيديهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة، محذرا السلطات من مغبة المخاطرة بمستقبل الشباب الموريتانيين الذين يكابدون القربة من أجل الدراسة في ظروف صعبة خدمة للبلاد حسب البيان. هذا وكانت الأزمة بين طلبة والوزارة المعنية قد تصاعدت بعد تأخيرها لانعقاد اجتماع لجنة المنح وإلغاء منح بعض الطلاب بحجة رفع معدل التنقيط، مما أدى إلى اعتصام طلاب أمام السفارات الموريتانية في عدد من البلدان. عبر نادي القضاة الموريتانيين عن ما أسماه رفضه التام لمحاولة التأثير على قناعة القاضي وما ينجر عنها من تهديد الاستقلالية ونزاهة الأحكام القضائية، مستغربا في بيان له إرسال بعثة من المفتشية العامة للقضاء والسجون إلى محكمة الجنايات والغرفة الجنائية في محكمة نواكشوط الغربية. ودعا بيان نادي القضاة وزارة العدل الموريتانية إلى الانسجام مع التعهدات التي عبر عنها الرئيس محمد عبد العزيز في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة والتي التزم فيها بحماية استقلالية القضاء وتحسين ظروف القائمين عليه وتقريبه من المتقاضين، مشددين على المطالبة بالامتناع عن التدخل في الأمور المعروضة أمام القضاء وما يمس استقلالية القرارات القضائية، داعي الرئيس محمد عبد العزيز إلى الدفاع عن حرية القضاء التي أناط به الدستور حمايتها حسب ما جاء في البيان. تشارك موريتانيا في أشغال الدورة الخامسة العادية لمجلس وزراء الدول الأعضاء في وكالة سوريا الأخضر المقرر انعقادها في الفترة ما بين 11 إلى 17 يونيو الجاري بالعاصمة السنغالية داكار.
ويمثل موريتانيا في أشغالها دورة وزير البيئة والتنمية المستدامة أمتي كامرا الذي غادر نواكشوط صباح اليوم الجمعة متوجها إلى دكار. وسيترأس الوزير بوصفه الرئيس الدوري لمجلس وزراء الوكالة أشغال هذه الدورة التي ينتظر أن تناقش قضايا من بينها تنفيذ برنامج عمل الوكالة وتوجهاتها الاستراتيجية والسياسية. وتتولى موريتانيا الرئاسة الدورية لمؤتمر رؤساء الدول وحكومات الوكالة الإفريقية للسوري الأخضر الكبير كما تحتضن مقر الوكالة. أعلن حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن في مؤتمر صحفي نظمه بمقره في نواكشوط عودة المياه إلى مجاريها بعد فترة طويلة من الخلافات السياسية كادت أن تودي بوحدته وخطه النضالي. عبد القادر ميارا وتقرير في الموضوع. حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن يعود للساحة السياسية من جديد بعد خلافات حادة شهدتها قياداته، ليكون الإعلان عن الصلح التاريخي للحزب والسمة البارزة للمؤتمر الصحفي الذي نظمه الحزب بالمناسبة. الصلح التاريخي بمناسبة تمر شهر رمضان الكريم، نختار نقولهم عن حزب الحراك اليوم أطوأ صفحة وفتح صفحة جديدة. حزب الحراك هذا اللي تعرفه اللي كان موجود على الساحة السياسية وكان رقم صعب وكان معروف دوره اللي كان يقوم به وكان هو العميد أحزاب الشباب. الطرف الآخر للحزب يختزل ودخلته بأن صفحة مظلمة من تاريخ الحزب قد انطوت بعد أسابيع من الحوارات واللقاءات المكثفة من أجل الوصول لتلك اللحظة التاريخية. فترة زمنية ملائمة اللي حنا فيه اللي هي فترة صلح، وفي الحقيقة هذا اليوم لحظات حاسمة بتاريخنا بإذن الله لاهي نطوي صفحة مظلمة صفحة مخجلة من نضالنا السياسي غير طبيعي به للشباب. احنا سبب إجبارنا هون هو الاختلاف في الآراء والاختلاف وجهات النظر، من الطبيعي ملينا تختلف وجهات نظرنا من جديد، خاصة لأننا ما لنا طابين لأننا نقود وإحنا طابين لا لكننا نقاد. حزب سياسي يعود للواجهة السياسية بعد التملق على خلافات داخلية غيبته عن الركب السياسي. عبد القادر ميارة، الوطنية. أما الآن فنفتح صفحة الأنباء الدولية مع أم البنين بابا. قتل 3 مدنيين سوريين في قصف جوي استهدف حي بستان القصر في المنطقة الواقعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب شمال سوريا بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. شمدت السلطات الإسرائيلية تصاريح 83 ألف فلسطيني كانوا قد سمح لهم بدخول الأراضي الإسرائيلية والقدس الشرقية المحتلة خلال رمضان. وأعلن الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيات إلى الضفة الغربية المحتلة بعد يوم من مقتل 4 إسرائيليين في هجوم شنه فلسطينيان في تل أبيب. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن قرار سحب اسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية من قائمة منتهكي حقوق الأطفال باليمن كان مؤلما وصعبا بالنسبة له. يقوم رجال إصابات المخدرات بحرق 82 كيلومترا مربعا من الغابات في شمال غواتيمالا بهدف إنشاء مدرجات لإغلاء الطائرات المروحية وهبوطها وفقا للسلطات وللناشطين البيئيين. بهذا العرض الدولي تنتهي مسائية الجمعة. تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بعد تسوية الأزمة الشيوخ المقاضبون يوقفون تعليق تعاونهم مع الحكومة والمسار التشريعي يستأنف عملهم الجديد. الحوار السياسي بين المعارضة والنظام يجلب حزب الوئام بعد حزب تحالف الشعبي التقدم ومنتدى المعارضة يتمسك بموقفه السابق.
عدد من وزراء الحكومة الموريتانية يعلقون على نتائج اجتماع الحكومة وقضايا التعليم والبناء وقدرات الجيش أبرز ملفاته. نادي القضاة الموريتانيين يرفض التأثير على قناعة القاضي ويدعو وزارة العدل إلى الانسجام مع تعهدات الرئيس. وفي مسائيتنا كنتم تابعتم حزب الحراك الشبابي ينهي صراعه الأزلي ويعود إلى رشده. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، تحياتي وتحيات فريق العمل، عطلة أسبوع سعيدة، إلى اللقاء.